ما رأيك في من ينتقد دهشتي ويصفها بالطفولة؟ إيه على طول أنا قلت لك يعني ال ال بالنسبة للبشر لأن عندهم السادة الفكرية متضخمة، فكرة المتعة والضحك يعني فكرة منقودة يعني صعب إنك تشوفين شخص مثلا هو دكتور وكذا يعني محترم بعدين قاعد يقهقه ويضحك، يعني يحسون إن هذا يعني يكسر شيء أو يخرب شيء أو فصارت هالمشاعر كأنها مشوهة ومكبوتة وصارت يعني كأنها تستسخف أو كأنها يقلل من قيمتها. فعادي إنه تلقين أحد يعني ينتقد عشان دهشتك، عشان ضحكتك، عشان وناستك، عشان عادي الناس الزعلانين والهذول ما في أكثر منهم اللي يعني يتنكدون إذا شافوا واحد مبسوط واحد ويحسون هالشيء مو حقيقي، مرات يحسون هالشيء تمثيل، يحسون انك تمثل انك انت يعني مبسوط وانك تضحك، يحسون اكيد يمثلون، اكيد تمثيليه. ف يصير يعني النيه.